المجاهدة ومن تمييز الدعوة ليس المقصود بالحكمة تمييع الأمور وتضييعها والمجاملات وما شاكل ذلك التي تؤدي إلى ضياع الدعوة وتدخل في المداهنة التي قال الله فيها لرسول الكريم ودوا لو تدهن فيدهنون. هناك يقول العلماء المدارات يعني لا بأس بها، المدارات تنازل عن دنياك لأجل الدين، أما المداهنة فالتنازل عن الدين لأجل الدنيا وما يتصل بها. فلنحذر كل الحذر من المداهنة ومن تمييع الدعوة، ولا بأس أحيانا أن يوجد شيء من القوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا تطلبها المقام، لا في كل مقام. فالذي يجعل لين أسلوبا دائما هذا يضيع الدعوة، والذي يجعل الشدة دائما هذا يضيع الدعوة. فلكل مقام مقال. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الأوصاف التي وصف الله بها رسوله وأصحابه الكرام. والشاهد منه أن الشدة أحيانا تطلب على الكفار، أحيانا تسل عليهم السيوف، أحيانا قوارع الكلام وما شاكل ذلك، حتى العصاة طلب الله تبارك وتعالى أحيانا أن نقوم فيهم بالشدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. فالزاني نجلد 100 جلدة ونرجم بالحجارة حتى يموت، ولا مجال هنا للرأفة ولا مجال للدين، فإن لكل مقام مقال. كذلك شارب الخمر يجلد والسارق يقطع، ولا مجال للرحمة هنا. وقد رحم الناس المخدومية وراحوا يشفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالوا من يشفع فيها إلا حب رسول الله يعني أسامة بن زيد، فذهب يشفع فيها المخدومية لا تقطع يدها، فقال أتشفع حد في حد من حدود الله؟ والله لو كانت لو سرقت لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها. في بعض المواقف لابد من هذه الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلكل مقام مقال، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، يضع الأشياء مواضعها. فلا لين يميع الدعوة ويضيعها، ولا شدة تنفر منها. والمؤمن دائما وسط ويتعقل الأمور ويترسم الحكمة حتى تمشي دعوة الله تبارك وتعالى في صفوف الناس وفي سوادهم على أحسن وجوه.